مدرستنا حسام الدين، احنا ولادها بنات وبنين. مدرستنا حسام الدين، احنا ولادها بنات وبنين. كلنا واحد حلمنا واحد، مع بعضنا كلنا ناجحين. بسم الله الرحمن الرحيم. ابنائي وبناتي طلاب مدرسه حسام الدين الحديثه بالمرحله الصف الثاني الثانوي، نظرا للظروف اللي بتمر بها البلاد احنا بنتواصل معاكم على موقع المدرسه، وبنشكر اولياء الامور اللي بيتجاوبوا معانا، وبنشكر الطلاب. وهنبدا ان شاء الله الجزء اللي احنا ما قدرناش نخلصه والدراسه شغاله عن طريق التواصل من خلال موقع المدرسه. يلا بينا نبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي طلاب الصف الثاني الثانوي بمدرسة حسام الدين الحديثة، الحصة اللي فاتت انتهينا من درس الإحساس في النبات، وكان بيتكلم عن مفهوم الإحساس، استجابة نبات المستحية للظلام أو اللمس، مفهوم الانتحاء بأنواعه سواء انتحاء ضوئي أرضي مائي، تجربة العالم بويسون جونسون، الأوكسينات، وتجربة العالم فينت. النهاردة هنتكلم عن الإحساس في الإنسان، وبنبدأ بالجهاز العصبي، وبنقول يقوم الجهاز العصبي بالتعاون مع جهاز الغدد الصماء بالتحكم في جميع أنشطة وظائف أجهزة جسم الإنسان وتنسيق أعمالها بدقة بالغة، استقبال المعلومات سواء كانت خارجية أو داخلية، وذلك عن طريق المؤثرات بواسطة أجهزة الاستقبال ثم الاستجابة لها، وذلك بهدف اتصال الإنسان الدائم والمباشر مع ما يحدث مع البيئة الداخلية والخارجية، حفظ الوضع الداخلي للإنسان ثابتا ومتزنا. ولقد بلغ الجهاز العصبي أقصى درجات التطور في الحيوانات الفقارية والتي يقع الإنسان على قمتها، ويقسم الجهاز العصبي إلى الجهاز العصبي المركزي، الجهاز العصبي الطرفي، وهو يتضمن الجهاز العصبي الذاتي، والذي ينقسم إلى الجهاز السمبساوي والبار سمبساوي. وقبل التعرف لتركيب الجهاز العصبي بالتفصيل، ينبغي أولا التعرف على وحدة بناء الجهاز العصبي وهي الخلية العصبية. إذن الخلية العصبية هي وحدة بناء الجهاز العصبي. الخلية العصبية مثل باقي الخلايا صغيرة الحجم ولا ترى بالعين المجردة، يعني يمكن رؤيتها تحت الميكروسكوب الإلكتروني. تتركب الخلية العصبية من جسم الخلية العصبية وزوائد الخلية العصبية. لما أجي أتكلم على جسم الخلية العصبية، يحتوي جسم الخلية العصبية على نواة مستديرة، سيتوبلازم يحيط بالنواة يعرف بالنيوروبلازم، وهو يحتوي على عضيات الخلية مثل الميتوكوندريا اللي هو مركز الطاقة، وأجسام جيولوجي اللي هي مركز إفرازات الخلية. ولكن لا يحتوي على جسم مركزي اللي هو السنتروسوم، ولكن يجب معرفة ان هناك منطقة تقوم بعمل الجسم المركزي في سيتوبلازم الخلية، بالإضافة إلى ليفات دقيقة تسمى ليفات عصبية. عندي حبيبات دقيقة تعرف بحبيبات النسل، ويعتقد إنها غذاء مدخر تستهلكه الخلية أثناء نشاطها. النقطة الثانية وهي زوائد الخلية العصبية، يوجد منها نوعين في الخلية العصبية: الزوائد الشجيرية والمحور. بالنسبة للزوائد الشجيرية، زوائد قصيرة وعديدة تخرج من الجسم الخلية العصبية. واجي اقول لسيادتك هنا علل وجود زوائد قصيرة وعديدة تخرج من جسم الخلية العصبية. تمام، انا شايف مروان بيقول لي بسبب زيادة مساحة السطح العصبي المستقبل للنبضات العصبية. تدخل معظم التنبيهات العصبية إلى جسم الخلية العصبية عن طريق الزوائد الشجيرية، وبعضها يدخل من خلال جسم الخلية. هايل. يبقى ده بالنسبة للسؤال اللي ممكن يجي لي على الزوائد الشجيرية، واجي أقول لسيادتك
هنا هو زوائد قصيرة وعديدة تخرج من جسم الخلايا العصبية. ليه؟ زي ما مروان قال، لزيادة مساحة السطح العصبي المستقبل للنبضات العصبية. بنضيف عليها تدخل معظم التنبيهات العصبية إلى جسم الخلايا العصبية عن طريق الزوائد الشجيرية، والبعض الآخر يدخل عن طريق جسم الخلية نفسه. هنكلم حضراتكم بعد كده على المحور اللي هي اللياف العصبية، استطالة سيتوبلازمية كبيرة قد تمتد إلى أكثر من متر، ويغلف بنوعين من الأغلفة هما الغمد النخاعي والغشاء العصبي. بالنسبة للغمد النخاعي، مادة دهنية بيضاء تسمى ميلانين، تكونها خلايا خاصة تسمى خلايا شوان، تقطع على أبعاد متتالية بعدد من الاختناقات تسمى عقد رينفير. إيه هي عقد رينفير؟ تمام، زي ما أنا شايف حنين بتقول لي، اختناقات على أبعاد متتالية من المحور العصبي تخلو من الغمد النخاعي. يبقى هنا ده بالنسبة للغمد النخاعي. يبقى هنا هايلة حنين، احنا بنعيد تاني النقطة دي. إذن الغمد النخاعي مادة دهنية بيضاء تسمى ميلانين، تكونها خلايا خاصة تسمى خلايا شوان، يتقطع على أبعاد متتالية بعدد من الاختناقات تسمى عقد رينفير. إذن إيه هي عقد رينفير؟ اختناقات على أبعاد متتالية من المحور العصبي تخلو من الغمد النخاعي. بعد كده الغشاء العصبي اللي هو بنقول عليه النيورو ليما، طبقة رقيقة تغلف الغمد النخاعي من الخارج، ينتهي المحور بنهايات عصبية بنقول عليها زوائد محورية. ايه هي وظيفة المحور؟ نقل السيالات العصبية وبنقف. يعني ايه سيالات عصبية؟ اللي هي الرسائل العصبية. يبقى هنا ينقل السيالات العصبية من جسم الخلية الى مناطق التشابك العصبي، وقد وجد ان المحاور المغلفة بالميلانين تنقل هذه السيالات اسرع من المحاور غير المغلفة به. ليه يا عم؟ لان الميلانين يعتبر مادة عازلة، مما يجعل السيال العصبي ينتقل فقط عبر عقد رينفير. اذا هنا في سؤال، وهنا السؤال بيقول لي هنا هو علل، تمام، ايه هو ينتقل السيال العصبي من جسم الخلية الى منطقة التشابك العصبي، وقد وجد ان المحاور المغلفة بالميلانين تنقل هذه السيالات اسرع من المحاور غير المغلفة. يبقى الإجابة بتاعتنا لأن الميلانين يعتبر مادة عازلة، مما يجعل السيال العصبي ينتقل فقط عبر عقد رينفير. إذن هنا لما أجي أقول لك بقى سؤال تاني، يمر السيال العصبي دائما في اتجاه واحد، علل ليه؟ تمام، زي ما آدم بيقول، حيث إن التنبيهات العصبية تدخل إلى جسم الخلايا العصبية عن طريق الزوائد الشجيرية، بينما تقوم الزوائد المحورية بنقل التنبيه العصبي بعيدا عن جسم الخلية عن طريق التشابك العصبي. هاي لما نيجي نسأل سيادتك ونقول لك أنواع الخلايا العصبية إيه، تمام، فبيرد علينا علي ويقول تنقسم الخلايا العصبية تبعا لوظيفتها إلى ثلاث أنواع. تمام، إيه هم يا علي؟ فعلا تمام، قال لي خلايا عصبية حسية، خلايا عصبية حركية، خلايا عصبية موصلة أو رابطة. طيب هل حد يقدر يقول لي إيه هي وظيفة الخلايا العصبية الحسية؟ تمام، عبد العزيز هنا بيقول لي تقوم بنقل السيالات العصبية من أعضاء الاستقبال إلى الجهاز العصبي المركزي. تمام، هايل. وجه هنا بتكلم على خلايا عصبية حركية، حد يقدر يكلمني عن الخلايا العصبية الحركية؟ هنا إيهاب بيقول لي تقوم بنقل السيالات العصبية من الجهاز العصبي المركزي إلى أعضاء الاستجابة مثل الغدد والعضلات. يعني هنا هتتم عملية التنفيذ. هايل، ممتاز يا ابني. النقطة الثالثة، خلايا عصبية موصلة. هنا مين اللي هيكلمني عن خلايا عصبية موصلة؟ فهنا بتقول لي آية تقوم بالربط بين الخلايا الحسية والخلايا الحركية، أي هي حلقة وصل بينهم. ممتازين والله، هم دول طلبة حسام الدين. بالإضافة إلى أجسام الخلايا العصبية وتفرعاتها، يوجد نوع من الخلايا ضمن مكونات النسيج العصبي يعرف بخلايا الغراء العصبي. إذن لما أجي أكلم حضراتكم عن وظائف
خلايا الغراء العصبي لازم تقول لي في الأول إنها نوع من الخلايا يوجد ضمن مكونات النسيج العصبي وتتميز بقدرتها على الانقسام. وظيفتها الأساسية تقوم بتدعيم الخلايا العصبية، حيث تقوم بعمل النسيج الضام كدعامة. اتنين، تعمل كعازل بين الخلايا العصبية يعني مادة عازلة. تلاتة، تقوم بتغذية الخلايا العصبية يعني مادة مغذية. أربعة، تساهم في تعويض الأجزاء المقطوعة في بعض الخلايا العصبية، يعني هي بتقوم بتعويض نتيجة الانقسامات. خمسة، تقوم بربط الألياف العصبية لتكون الحزمة العصبية والتي تتكون منها العصب. يبقى أنا محتاج أتكلم عن حاجة اسمها العصب. العصب هنا بيتركب من مجموعة من الحزم العصبية، كل منها يتكون من مجموعة ألياف عصبية. غلاف الحزمة غلاف من النسيج الضام يحيط بكل حزمة عصبية. غلاف العصب غلاف من النسيج الضام مزود بأوعية دموية ويغلف مجموعة من الحزم العصبية. يبقى زي ما احنا عارفين إن العصب بيتركب من مجموعة من الحزم العصبية وغلاف الحزمة وغلاف العصب، زي ما هو موضح في الرسمة اللي موجودة قدام حضراتكم. عندي هنا هو المحور، وبعدين عندي بعد كده غلاف الحزمة، وبعدين عندي أوعية دموية، وعندي حزم الألياف العصبية، وبعدين غلاف العصب في النهاية. يبقى ده التركيب بتاع العصب زي ما هو واضح قدام حضراتكم على الرسم، تمام. واللي لفت انتباهي الطالب الممتاز محمد، هايل يا ابني وبتاع، على اساس انه قال لي زي ما هو في الرسم يا مستر. هايل، ممتازين والله، زي الرسمه بالظبط احنا اتكلمنا، تمام. باجي اتنقل لنقطه تانية اللي هي السيال العصبي. السيال العصبي اللي هي الرسالة التي تنقلها الأعصاب من أعضاء الحس إلى الجهاز العصبي المركزي ومنه إلى أعضاء الاستجابة. طيب، طبيعة السيال العصبي عشان أعرفها، يبقى هو انتقال السيال العصبي في حقيقة الأمر ظاهرة كهربائية ذات طبيعة كيميائية. ولكي نستوعب ما يحدث عند مرور السيال العصبي في لياف عصبية، لابد أن نلقي نظرة فاحصة على الخلايا العصبية والتغيرات التي تحدث بها من خلال أربع حالات: الحالة الأولى، الحالة الثانية، الحالة الثالثة، والحالة الرابعة. هنجيب كل منها بالتفصيل. لما نيجي نكلم حضراتكم على الحالة الأولى اللي هي الخلايا العصبية في وضع الراحة، عند دراسة تركيز الأيونات داخل وخارج الخلية العصبية، وجد إن هناك اختلاف واضح في تركيز هذه الأيونات، حيث تركيز أيونات الصوديوم خارج الخلية العصبية أكثر بحوالي من 10 ل 15 مرة قدر تركيزها داخل الخلية العصبية. تركيز أيونات البوتاسيوم داخل الخلية أكثر 30 مرة من تركيز أيونات البوتاسيوم في السائل الخارجي المحيط بالخلية العصبية. تركيز الأيونات السالبة داخل الخلية أعلى بكثير من تركيزها في الخارج. علل ليه تركيز الأيونات السالبة داخل الخلية أعلى بكثير من تركيزها في الخارج. تمام، زي ما قال كده علي، لوجود أيونات البروتينات وأيونات الكلور السالبة. كمية الأيونات السالبة الموجودة داخل الخلايا العصبية، تمام، تعادل كل الأيونات الموجبة وتتفوق عليها، مما يجعل السطح الداخلي للخلية العصبية سالبا. كمية الأيونات الموجبة خارج الخلية العصبية تعادل كل الأيونات السالبة وتتفوق عليها، مما يجعل السطح الخارجي موجبا للخلية العصبية. وينشأ عن التوزيع غير المتكافئ للأيونات داخل وخارج الخلايا العصبية ما يسمى بفرق الجهد التأثيري الذي أطلق عليه الجهد في وقت الراحة، وهو يساوي سالب 70 ملي فولت، سالب 70 ملي فولت، وينتج عن ذلك ما يعرف بحالة الاستقطاب.
إذن أنا هنا بسأل حضراتكم يعني إيه الاستقطاب؟ رد علي هنا إيهاب وقال لي حالة الخلية العصبية وقت الراحة عندما يكون سطحها الخارجي موجبا والداخلي سالبا. ممتاز يا ابني والله. بعد كده بكلمك عن أسباب حدوث الاستقطاب في الخلية العصبية. أسباب حدوث الاستقطاب رقم واحد: النفاذية الاختيارية غير المتكافئة لأيونات الصوديوم والبوتاسيوم. الغشاء العصبي أثناء الراحة يكون أكثر نفاذية لأيونات البوتاسيوم إلى خارج إلى الوسط الخارجي أو خارج الخلية العصبية عن أيونات الصوديوم بمقدار 40 مرة. النقطة الثانية: تستقر أيونات البوتاسيوم على السطح الخارجي للخلية مما يزيد من شحنتها الموجبة. إذن النفاذية غير المتكافئة لأيونات الصوديوم والبوتاسيوم جت إزاي؟ نقطتين: الغشاء العصبي أثناء الراحة بيكون أكثر نفاذية لأيونات البوتاسيوم إلى الوسط الخارجي عن أيونات الصوديوم بمقدار 40 مرة. استقرار أيونات البوتاسيوم على السطح الخارجي للخلية يزيد من شحنتها الموجبة. طب النقطة الثانية: وجود بروتينات متأينة ذات أوزان جزيئية عالية تحمل شحنات سالبة على الناحية الداخلية للغشاء العصبي بالإضافة إلى أيونات الكلور. يبقى هنا في أيونات متأينة ذات أوزان جزيئية عالية اللي هي بتحمل شحنة سالبة اللي هي أيونات البروتين بالإضافة لأيونات الكلور، فأصبحت الشحنة السالبة أكتر بكثير من الشحنة الموجبة داخل الخلية. ثلاثة: مضخات الصوديوم والبوتاسيوم الموجودة في غشاء اللياف تلعب دورا في المحافظة على الثبات النسبي لتوزيع الأيونات على جانبي غشاء اللياف عن طريق النقل النشط، وذلك حتى حدوث التنبيه ومرور السيال اللي هي الرسائل. تتراكم أيونات البوتاسيوم الموجبة خارج الغشاء تاركة البروتينات السالبة في الناحية الداخلية منه بالإضافة إلى أيونات الكلور السالبة حتى يصل فرق الجهد أثناء الراحة إلى سالب 70 ميلي فولت. في المرحلة الثانية: التغيرات التي تحدث عند تنبيه الخلية العصبية. رقم واحد: تحدث تغيرات في نفاذية غشاء الخلية للأيونات إذا كان المؤثر كافيا لإصارتها، مما يؤدي إلى اندفاع كمية كبيرة من أيونات الصوديوم إلى داخل الخلية، اندفاع كمية قليلة من أيونات البوتاسيوم إلى خارج الخلية، ويتم ذلك عن طريق ممرات أو قنوات في غشاء الخلية بحيث تكون كمية الشحنة الموجبة التي تدخل الخلية كافية لمعادلة الأيونات السالبة بها، أي يصبح خارج الخلية سالب الشحنة وداخل الخلية موجب الشحنة عكس ما كان عليه في حالة الراحة. والنقطة الثالثة: يصبح فرق الجهد موجب 40 ميلي فولت، وتسمى هذه الحالة الجديدة التي نشأت في الخلية بإزالة الاستقطاب أو اللاستقطاب. إذن ما هو اللاستقطاب؟ حالة الخلية العصبية في وقت الاستثارة عندما يكون سطحها الخارجي سالبا والداخلي موجب. ده بالنسبة لإزالة الاستقطاب أو اللاستقطاب. الحالة الثالثة: كيفية انتقال السيال العصبي خلال الألياف العصبية. رقم واحد: يتسبب إزالة اللاستقطاب في تنبيه المنطقة المجاورة لغشاء اللياف العصبية، مما يؤدي إلى حدوث تغيرات مماثلة لتلك التي حدثت عند تنبيه الخلية العصبية للمرة الأولى. رقم اثنين: ينتقل السيال العصبي على هيئة موجات من إزالة الاستقطاب ثم عودته إلى الاستقطاب ثم إزالة الاستقطاب ثم عودته إلى الاستقطاب، وهكذا على طول اللياف العصبية. نيجي للمرحلة الرابعة، وهي كيف تعود الخلية العصبية إلى حالتها الأصلية. وده بيحدث يا حضرات بمجرد زوال تأثير المنبه، تحدث تغيرات على غشاء الخلية العصبية، وبالتالي يفقد غشاء الخلية العصبية نفاذيته لأيونات الصوديوم وتزيد نفاذيته لأيونات البوتاسيوم. هيرجع للأصل، يعود الغشاء العصبي لنفاذيته السابقة قبل التنبيه يعني في وقت الراحة. يعود التوزيع الأيوني غير المتكافئ على جانبي الغشاء إلى ما كان عليه في وقت الراحة، أي العودة إلى الاستقطاب مرة أخرى. أربعة: تحدث فترة الجموح أو الامتناع التي يستعيد فيها الغشاء الخلوي
خواص الفسيولوجية حتى يمكن ان نقل السيال لعصب جديد. طب ايه هي فترة الجموح؟ دي فترة زمنية قصيرة بيتراوح زمنها ما بين 1 من 1000 إلى 3 من 1000 من الثانية تلي إثارة العصب، ويستعيد فيها غشاء الخلايا العصبية خواص الفسيولوجية، يعني قدرته على النفاذية الاختيارية، حتى يمكن نقل سيال عصبي آخر جديد. وأثناء هذه الفترة لا يستجيب العصب لأي مؤثر مهما كانت قوته. إذن في الفترة القصيرة دي مهما كانت قوة المؤثر مش هيقدر الجهاز العصبي ينقل رسالة جديدة، رغم ان الفترة الزمنية صغيرة. ان ممكن واحد يجي يسألك وسيادتك تيجي تقول له معلش عيد تاني، لان سيادتك كنت في فترة الجموح او الامتناع اللي هي اجزاء من الثانية من 1 من 1000 إلى 3 من 1000، ودي كانت فترة الامتناع عن إثارة العصب. فيجي عندي حاجة اسمها الجهد الفعال او جهد الفعالية، وهي ظاهرة إزالة الاستقطاب اللي هو حدوث الاستقطاب من سالب 70 ملي فولت إلى موجب 40 ملي فولت، ومن ثم العودة إلى حالة الاستقطاب سالب 70 ملي فولت وهو يساوي 110 ملي فولت. يعني أنا كان عندي في حالة الاستقطاب سالب 70، دخل عندي موجب 110 ملي فولت، ال 110 عادلنا منهم 70 وتفضل منهم 40، تمام؟ يبقى دي بالنسبة لحالة الاستقطاب. جهد الفاعلية المنتقل بسرعة خلال اللياف العصبي هو في الواقع الحافز أو السيال العصبي، يعني دي عبارة عن الرسالة العصبية. طب أنا بقول لحضراتكم خصائص السيال العصبي أو الرسالة العصبية هي إيه؟ سرعة السيال العصبي تعتمد سرعة السيال العصبي من مكان إلى آخر على قطر اللياف العصبية. علي ليه عم؟ قال لك لأن اللياف العصبية كبيرة القطر مثل الألياف العصبية النخاعية اللي موجودة في النخاع تنقل السيالات العصبية بسرعة كبيرة تقدر بحوالي 140 متر في الثانية. ولكن إذا كان اللياف العصبي القطر بتاعه صغير ورفيع تنتقل السيالات العصبية بسرعة أقل تقدر بمعدل 12 متر على الثانية. من هنا يجي قانون الكل أو لا شيء. يعني إيه قانون الكل أو لا شيء؟ تخضع إثارة العصب لقانون الكل أو لا شيء، والذي يخضع له أيضا انقباض العضلات. وضح أكتر، قلت لك قانون الكل أو لا شيء لن يتولد سيال عصبي إلا إذا كان المؤثر قويا بدرجة تكفي لإثارته. يبقى هنا لازم المؤثر يكون كافي لإثارة العصب، والزيادة في قوة المؤثر لا تزيد من قوة الاستجابة، ولكن الزيادة في القوة مش هتزود في الاستجابة حاجة، بس أهم حاجة إن المؤثر يكون كافي لنقل السيال العصبي. المؤثر الضعيف لا يكفي لنقل الخلية العصبية من حالة الراحة سالب 70 ميلي فولت إلى الجهد الفعال اللي هو 110 ميلي فولت اللي هي حالة الإثارة. يبقى دي النقطة اللي احنا بنقول عليها قانون الكل او لا شيء، يا اما الاثارة تكون كافية عشان تنقل الرسالة، يا اما الاثارة تكون ضعيفة فبالتالي لا تكفي لنقل السيال العصبي او الرسالة العصبية من اصله. بعد كده بقى اكلمك عن التشابك العصبي، والتشابك العصبي موضع يوجد بين تفرعات المحور العصبي لخلية عصبية والتفرعات الشجيرية للخلية العصبية اللاحقة له، تمام؟ ومنها عدة أنواع. أنواع التشابك العصبي: تشابك عصبي عصبي، تشابك عصبي عضلي، تشابك عصبي غدي، تمام؟ وهنا هو بنيجي نتكلم عن تركيب التشابك العصبي. يظهر التركيب الدقيق للتشابك العصبي مجهريا، يعني أنا ما بشوفوش بعناية، ولكن ده تحت الميكروسكوب المركب أو الإلكتروني. الأزرار وهي انتفاخات موجودة في نهاية التفرعات النهائية المحور الخلية العصبية، وتقع قريبة جدا من التفرعات الشجيرية أو جسم الخلية العصبية للخلية العصبية التالية. الحويصلات العصبية أو بنقول عليها الحويصلات التشابكية، وهي أكياس صغيرة توجد بداخل الأزرار وتحتوي على مواد كيميائية تسمى الناقلات الكيميائية مثل الأستايل كولين أو النور إدريانالين، وده هرمون عصبي ناقل. يبقى لما أجي أكلمك على الناقلات الكيميائية سيادتك هتقول لي إيه؟ تمام، زي ما كده إبراهيم بيقول لي مواد كيميائية لها دور كبير في نقل السيال العصبي.
في بعد كده عندي شق التشابك، وده يوجد بين الأزرار والتفرعات الشجيرية للخلايا العصبية المجاورة، وهو محور بين الغشاء قبل التشابكي والغشاء بعد التشابكي. يبقى ده بالنسبة لشق التشابك. لما اجي اتكلم على انتقال السيال العصبي عبر التشابك العصبي العصبي، فبيتلخص في عدة نقط. واحد، عند وصول السيال العصبي للأزرار اللي هي الانتفاخات، تعمل مضخة الكالسيوم الموجودة في غشاء الخلية العصبية على إدخال أيونات الكالسيوم إلى داخل الخلية. 2، تعمل أيونات الكالسيوم على انفجار عدد كبير من الحويصلات العصبية فيتحرر منها الناقلات الكيميائية. 3، تسبح الناقلات الكيميائية عبر الفجوة حتى تصل إلى الزوائد الشجيرية للخلية العصبية المجاورة. 4، تلتصق الناقلات الكيميائية بالمستقبلات الخاصة بها والموجودة على أغشية الزوائد الشجيرية، مما يؤدي إلى إثارة هذه الأغشية في نقطة الاتصال. 5، تتغير نفاذية تلك الأغشية لأيونات الصوديوم والبوتاسيوم فيزال استقطابها، مما يخلق سيالا عصبيا ينتقل من جسم الخلية العصبية إلى محورها ثم إلى خلية عصبية جديدة. 6، يعمل إنزيم كولينستريز على تحطيم الأسيتيل كولين بعد عبوره إلى الزوائد الشجيرية لكي يتوقف عمله، فيعود الغشاء إلى حالته أثناء الراحة اللي هي حالة الاستقطاب. وبكده أبنائي وبناتي نكون وصلنا لنهاية الجزء الأولاني من الإحساس في النبات. ما ننساش حل الواجب اللي موجود عندنا، والتواصل على موقع مدرسة حسام الدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي النهاية أرجو أن تكونوا قد استفدتم بدرس النهاردة، وأنتوا عارفين أن التواصل مبدأ من مبادئ مدرسة حسام الدين. شكرا لأبنائي، شكرا لأولياء الأمور على التواصل معنا، وما تنسوش حل واجب الدرس بتاع النهاردة، وشكرا لكم.